القاعدة بتتحكم فيه. السلام عليكم، معكم ألف هذا الشلت سوبر خير وعافية. اليوم بيكون على تحديث الربيع، بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا هنبدأ. طبعا اليوم راح أوضح أشياء كثيرة حول تحديث الربيع وبعض الإصلاحات الذي عملها كلاش كلانس. في البداية بنبدأ بالإصلاحات الذي عملتها كلاش كلانس أو بعض التعديلات في بعض المباني والجنود. البداية أو أول تعديل عندنا الصواريخ، والذي راح تزداد فوق الدم ذي معاه 50، وثاني شيء معانا هو يونيكورد، والذي راح يقل الشفاء الخاص فيه للبطل. طبعا وثالث شيء معانا اليوم هو كوخ البناء. طبعا راح يكون كوخ البناء إصلاح المباني أقل من المعتاد، لأنه في المستوى الثالث راح يكون 55، وفي المستوى الرابع راح يكون 60، وهذه النسبة هي نسبة قليلة ما بتأثر جدا على على إصلاح المباني. ورابع شيء لليوم هو التنين الناري. طبعا التنين الناري راح يقل ضرره بنسبة أقل، وما يحتاج نذكر حتى كم النسبة لأنها نسبة قليلة جدا. خلاص الآن انتهينا من التعديلات، خلونا نروح على الأشياء الباقية. طبعا في أول شيء عندنا هو المنطاد الخاص بقاعدة قبيلة أو عاصمة قبيلة، راح يكون على البحر. وثاني شيء معانا وهو الملف الشخصي. طبعا راح يتعدى الملف الشخصي، وراح يكون في شيء جديد اسمه عاصمة قبيلة. طبعا وثالث شيء معانا هو التصاميم الخاص بعاصمة قبيلة. طبعا التصاميم هذه يحق لك انك تنسخها او تعمل اي شيء فيها، ولكن كما ذكرت سابقا الوحيد القادر على إنشاء المخططات وجعلها نشطة هو القائد أو القائد المساعد. ثالث شيء معانا اليوم هو ذهب العاصمة. طبعا هذا شكل ذهب العاصمة، وطبعا هذه القاعدة خاصة في ذهب العاصمة. طبعا هذه القاعدة بتتحكم في هذه القاعدة عفوا تعطيك ذهب العاصمة، وتقدر تحول ذهب العاصمة هذا إلى إكسير أو ذهب أو إلى غيره. وفي نفس الوقت تقدر تعكس العملية، وإذا كان معك كسير زايد أو ذهب زايد أو كسير ظلب زايد تقدر تحوله إلى ذهب العاصمة في نفس الوقت. وبس هذا كان في اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك. أحبكم جميعا، وما السلامة.